عن الحرب. شنو؟ فيق قتل شنورة. الله يتحشو ما عليك وبالله قلت كنحلم براسي ربحت في التير سوف يقتل. شنو نقتل؟ شنورة. راهي فين هي؟ فين فين بنت لك تشني ولادي؟ فين بنت لك؟ فين فين هي؟ فين هي؟ راهي ودي 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 اما كاين انا شني ولا لا والو اش بغيت عيني مره اخرى نشوف معاك. هيا جات هيا جات عبد حاضر انا غنخلي لك هاد البيت انت وشني ولا ودي العرجال ديال دابا شنو غنقتل؟ شنو؟ غادي نزولك شنو غنقتل تقول لي شنو؟ شنو غنقتل؟ لا شنو؟ شنو غنقتل؟ شنو؟ خدم كل هاد الشنو عندي نو كريم عبد القادر عبد القادر شنو هي الرعد السلام عليكم كنتمنى يكون عجبكم الفيديو كنتمنى تكونوا ضحكتوا عنا شويه اوكي غادي نبداو باش نصرحوا الكلمات اللي كاينين البعض ما فهموهمش اول كلمه هي بنت الحرام بنت الحرام اللي العكس ديالها هي بنت الناس او ولد الناس او بنت الحرام او ولد الحرام ولد الحرام كتعني واحد الانسان خايب ولد الناس كتعني واحد الانسان زوين يعني فاش تسمع انت ولد الناس كتعني باللي انت انسان ظريف ولا كتسمع انت الله يعمرها دار كتعني انسان ظريف مي هنا ملي غندخلوا لبنت الحرام غادي نرجعوا للكلمه الاخرى غنحيدوا البنت وغنخليوا الحرام الحرام كتستعمل في بالنسبه للناس المسلمين بالنسبه للخنزير حنا بالنسبه لينا حرام حرام هي واحد الحاجه اللي ما يمكنش انك تقرب لها مي هنا بنت الحرام مذكوره بواحد السياق اخر يعني على الافعال اللي كدير على داك الشيء اللي كدير للناس اباش كاين العكس ديال حرام حلال حلال هي الحاجه اللي ممكن انك ديرها مثلا اللحم ديال البقره حلال ولكن اللحم ديال الخنزير حرام عصير ديال العنب حلال ولكن الخمر ديال العنب حرام غادي نرجعوا واحد الكلمه اللي نورمالمون غلط فيها السي عبد العزيز اللي هو قال بغات تعضني هي نورمالمون الناموسه ما كتعضش العض كيتستعمل في بالنسبه للحوايج اللي عندهم الاسنان بحال الكلب بحال المش بحال الحيوان بحال السبع بحال النمر الهلي لاقيكم به هادو اللي عندهم الاسنان كيعضوا مي الناموسه عندها برا كتسمى كتقرصني بحال مثلا الحيوانات اللي كيقرصوا بحال النحله بحال العقرب بحال بزاف اي حشره كتجي عندها داك البرا كتقرص هذه في الدارجه مي في اللغه العربيه كتسمى لسعه لسع بالنسبه للعقرب كاين واحد البر سميتو العقرب اللي هو ديالي بطبيعه الحال سكوربيون دابا انا بغيت نهضر لكم شويه على الابراج بالعربيه حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي سولوا على الابراج بالعربيه شنو سميتهم دابا غنقراهم عليكم كاملين غادي نقول لكم اسماء ديالهم بالعربيه ولكن غنحاول ما امكن واخا هادشي ما كيستعملوش حتى في المغرب باش نجبد لكم كل كلمه المعنى ديالها بالدارجة كاين حمل ثور جوزاء سرطان عقرب ميزان عذراء الأسد الحوت والدلو والجدي والقوس المهم أنا ما ذكرتهمش مقادين الحمل بالدارجة خروف ثور كيبقى كيحيدوا الثاء كيديروا التاء ثور جوزاء توام سرطان بوجنيبة
عقرب عقرب، ميزان كيبقى هو عذراء عزبة، أسد سباع حوت لابالين دلو سطل جدي عتروس قوس قوس. كاينين واحد الناس كيقولوا هادي كيقولوا لا شني ولا، كاينين واحد الناس كيقولوا لا انا موسى، مي اللي معروفه بزاف اللي كنعرف انا واللي كنت كنقول انا فاش كنت في المغرب كنت كنقول لا شني ولا. الجمع ديال شني ولا شني ولات، بحال مثلا غادي نعطيكم الجمله فيها شني ولا وجمله فيها شني ولات. هذيك شني ولا بحال اللي قال سي عبد العزيز، هذيك شني ولا اللي في الحيط، هذيك شني ولا. البارح مشيت للدار ولقيت الحيط شبعان شني ولات، شبعان شبعان كيقولوا هادي حتى في الطالينيه بيانو بحال بزاف شبعان، كتعني على الكميه ديال واحد الكميه كثيره بزاف. شكرا بزاف، كنتمنى يكون عجبكم الدرس، كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا، نتلاقاو في فيديو جديد. تشاو.